حكي واكثر افعال. يعني اليوم ما دائما نقعد نحكي ونقعد نفكر ونعمل استراتيجيز ونقعد نكتب بزنس بلانز ونفكر شو نعمل بعدين، ليش ما دغري بنبلش نشتغل عليها بقى؟ هون هي الفكره. الشغله الثانيه كمان انا بدي اقولها، واللي هي يعني كيف نوصف انتربرينور، كيف نوصف مبدع. مبدع اما الرائد هو شخص منكبه عن جبل عالي كبير، نعطيه الاغراض اللي تبدا يعمر طياره، منكبه على جبل عالي كبير، هو واقع من هالجبل العالي قبل ما يقع على الارض بده يعمر هالطياره. هو عم بيعمل، هو واقع عم بيعمر الطياره، بيعمل اول بروتوتايب، اول برودكت من فكرته، بياخذ يمكن الجناح اليمين، بياخذ يمكن ساعتها بصير عنده شيء مشغال، يمكن بياخذ تمويل بياخذ الجناح الشمال، يمكن بيجي اول كلاينت اول كاستمر بياخذ الطرف وبيقلع. بالمنطقه العربيه زيت الصوره بس فيها مشاكل، والمشاكل بتخلي هالصوره تصير معتمه شوي، فيها ضباب. وكمان المشكله فيها انه منخلي يعني ما بنعطي الانتربرينور المبدع الطرق المضبوطه تاعي لعمل تجاره. بقى بيلا ستارت اب هي فكرتنا نحن نقدر نهين الصوره، نقدر نسهل كمان مش بالتمويل ومش بالمساعدة الدولية، بل بتنفرج العالم ونفرج الشبان انه هن قادرين بقوة يلا انه يقدروا يطلعوا بأفكارهم ويطبقون. هاي ثانك يو. شكرا حبيب. هلا بدنا ننتقل من قصة حبيب ويلا ستارت اب لسيدة سامية الصلح، رئيسة تحرير مجلة بوش ماجازين من الجمهورية اللبنانية، كمان بدها تخبرنا على مغامرة قامت فيها ونسمع منها. تفضلي سامية. أول شيء بس بدي أشكر فكر إنه شجعنا نحكي باللغة العربية اليوم، لأنه لغتنا عم نخسرها شوي. ونصيحة مني للجيل اللي طالع هلا إنه نحتفظ فيها للغة، لأنه هذا أول درس تعلمته أنا هون بلبنان بس أسست شركتي، إنه كل العقود والوراق المالية وكل شيء بالعربي. فإذا ما بتتمسكوا باللغة حتلاقوا صعوبة كتير، ومثلا يمكن يكون شيء بالعقد ما تحسوا فيه ويورطكم. سو بصراحة يعني بس حدا بده يأسس الشركة بالشرق الأوسط أو بأي محل هو شيء كتير صعب، ولازم يكون جاهز إنه يتحمل هيدي المسؤولية. فلازم الشيء اللي يفوت فيه يعني الشغل يلي يدخل فيه والمجال يكون شيء كتير بحبه، لأنه بده يكون أوقات صعبة كتيرة. وإذا ما كان عنده طريقة أنه ياخد الطاقة أو القوة من محل داخلي يعني من جوا، ما حيقدر يكمل ويستمر، لأنه بده أعصاب وبده يكون واحد عن جد متحمس عليه وبيأمن بالفكرة يلي هو عم بيقدمها. فأنا عادة مثلا بس روح على اجتماعات، بكون عاملة 4-5 اجتماعات باليوم بس سافر وهيك، بكون تعبانة مثلا بعد الغداء وعادة عم بحاول احكي بالموضوع، تلاقيني كل شوي كل ما احكي بالفكرة كل ما اتحمس اكتر، كل ما احكي فيها بتحمس اكتر، وكل ما يجيني ردة فعل من اللي عم بحكي معه بتحمس اكتر. فهيدي طريقة واحدة بتعرفوا انه انتو بمجال الصح وعم تشتغلوا بشي عن جد انتو طموحين فيه. فكمان الشيء الثاني اللي بدي احكي فيه هلأ هو التضحية، خاصة كسيدات اعمال، لانه دايما في قصة بلش الشركة هلأ ولا بتجوز هلأ بعدين بلش الشركة، ولا بتجوز بعدين بتبلش بعدين بتجيب اولاد بعدين بتبلش بعدين ما بيصير شيء باخر اليوم. فهيدا الشيء انا يعني اخذت عملت اولوياتي وتمسكت فيها، حتى قلت انه انا بدي استثمر بنفسي، بدي استثمر بالطاقه اللي عندي اياها بهالعمر، واسس شركه واعمل شيء انا اعرف انه بالنهايه ايم ستيبل، عندي ام سكيور، بدون ما اهلي يكونوا هن يلي عم بيستروني او جوزي، اعرف انه صار ما صار انا بعرف اني وقف على رجلي لحالي. وهذا بالنسبه لي يعني اهم شيء فيها المراه العربيه تاخده، لانه سكيورتي يعني از ذا موست امبورتنت ثينج.
فآخر شيء بدي أقوله هو إنه لازم نحن نتوقع الصعوبات بس نبلش المشاريع، لأنه يعني الحكومة ما حتجي تساعد ولا أي حدا حيجي يقول لك أوكي هيدا الطريق تفضلي ما تروحي من هون روحي من هون. فأنتوا لحالكم لازم يكون عندكم الجرأة لتعملوها، وبس الأول يعني مثل ما بيقولوا كل حركة فيها بركة، إنه بتمشوا شوي بتلاقوا بتتعلموا شيء، وبتروحوا بتعملوا اجتماعات تتعلموا منهم، تتعلموا على الاندستري اللي أنتوا فيه، وعن جد انه تقدموا شيء يكون غير عادي و something really substantial بيعطي substance for your industry. This is when you know you are doing something really that's entrepreneurship. يعني sorry عربي وانجليزي ضايع عليهم. فطبعا اخر شيء اللي بدي اقوله انه التيم الفريق العمل أهم شيء كمان تركزوا عليه. عادة العالم بتوفر إنه أوه هيدا طلب معاش $800 هيدا 700 حأخذ 700. لا you have to make sure إنه فيكن to rely on them، لأنه إذا ما فيكن أنتوا what rely تعتمدوا عليهم they وجعوا لكم راسكم. شفتوا قلت لكم اللغة العربية بس يعني هذا بعد سنة يعني فمتحسنة كتير. فهذا بدي أقوله. شكرا كتير مرة تانية عشان فكرة. شكرا سامية، بس بدي اقول لك شغلة واحدة. سامية بدي اقول لك شغلة واحدة، اذا ما تجوزت هلا ما حتتجوزي بعدين. لا هي دائما بنقطة الضعف، يعني بس تكون عندك كل ال like doubts و you're wondering اذا حيزبط المشروع ولا لا، دائما بتفكري انه يا الله انا شو بدي بهالقصة كلها، فيني اتجوز وروح اقعد بالبيت. بس بالنهاية ما فينا نعمل هيك لانه ما بتعرف الدنيا شو بتجيب. شكرا سامية. برجع بحكيكي بعد الفانل، بس هلا بدنا ننتقل لمحمد كيلاني مؤسسة سوق التل بفلسطين. سوق تل بفلسطين، اهلا وسهلا، بتخبرنا شوي عن الشركة. يعطيكم العافية. برضو احنا الشباب ما رح نتجوز لحد ان يعني نعمل مجهودنا وننجح في مشارينا، فنفس الاشي صبايا. قبل ما أبلش أحكي عن التكنولوجيا اليوم اللي رح أحكي عنها، رح أسألكم سؤالين، ومن خلال هدول السؤالين أنا بدي أتوجه للنتيجة اللي طلعنا فيها في السوق تل. في البداية مين معاه سيلفون؟ مين معاه موبايل محمول؟ بس يرفع إيده. أنا حاسس إنه كتير. طبعا لما أحكي موبايل عادي ممكن زي هاد بسيط. طيب مين ما معه؟ ما حدا ما معه. شكرا لك. السؤال الثاني، مين لقى صعوبة لما تخرج من الجامعة انه يلاقي وظيفة؟ عادي لا تستحوا ارفعوا ايديكم، شايف. طيب شكرا لكم. من خلال الجوابين هدول منلاقي انه كل الناس معها سيلفون، وكل الناس بعد ما تتخرج ما بتلاقي مكان تلاقي فيه وظيفة. أنا هاي هي تجربتي في سوق تل بفلسطين. بعد ما تخرجت بتخصص IT وكانت الدفعة الأولى، كنت متوقع أتخرج اليوم ألاقي شغل تاني يوم، بس للأسف مش هذا اللي صار. استنيت سنة وأنا من منطقة لمنطقة، والكل بعرف إيش الأوضاع السياسية بفلسطين، مضطر أنا أمرق عن 10 حواجز من الاحتلال اللي منلعنهم كل يوم مشان أوصل من منطقة جنين اللي هو مسكني لمنطقة رام الله. هذا باخد وقت جهد وباخد تكلفة. فمشان هيك احنا التقينا شباب فلسطيني مع بعض وفكرنا كيف فينا نحل هاي المشكلة. ما راحين نحل مشكلة البطالة، لأنه مشكلة البطالة موجودة في كل دولة، بس احنا ممكن نساعد. عملنا بحث على أرض الواقع ولقينا كل الناس معها سيلفون، فحكينا لحنا ليش ما نستخدم هذا كتكنولوجيا نربط الوظائف في الباحثين عن عمل. وهيك أنشأنا مؤسسة سوق تل اللي بتعنى في هذا الجانب. سوق تل احنا شباب فلسطيني أخذ على عاتقه انه ينشئ مؤسسة تستخدم خدمة الموبايل لإيصال فرص العمل للخريجين. اتفقنا بشغلتين، انه كلياتنا عانينا من نفس المشكلة وكلياتنا مسؤولين. كثير بنحكي عن الريادي والمبدع،
لدرجة أن الناس بتفكر أنه الريادي شخص نازل من الفضاء. لا، هو الريادي إنسان طبيعي، بس عنده نظر يختلف عن الآخرين، مش بشكل فيزيكلي، بس بيشوف المشاكل كحلول. فهيك احنا انشأنا مؤسسة سوقتل في 2006، وبدأنا نشتغل على تطوير الشبكة تبعت سوقتل، لانه احنا بنعتمد على السيلفون. فحبينا نوصل لكل قرية فلسطينية. الشباب بعد ما يتخرج ما بيلاقي مكان، طب وين؟ ما في بفلسطين مراكز توظيف. فكان الهدف الرئيسي انه احنا نحد من مشكلة البطالة. احنا عارفين انه مشكلة البطالة هي مشكلة حكومة، بس احنا برضو متأكدين انه في نقص في المعلومات عن الوظائف. فاعتبرنا انه شبكة الموبايل هي شبكة ممكن تشبك الخريجين وين ما يكونوا بالوظائف الموجودة. فلأنه أنا مش شايف كتير، فكان السبب هو قلة الوظائف، قلة المعلومات عن وظائف، ما في مراكز، وكمان قلة الإنترنت. عارفين أنه إحنا كل حدا في هاي القاعة بنستخدم الإنترنت، بس إذا منقارن أنفسنا بالناس اللي في الكرة بفلسطين، في النساء اللي في الكرة المهمشة، هل تتخيلوا عندهم إنترنت؟ الجواب لا. في فلسطين 30% من الناس عندهم اكسس للانترنت، بس بنفس الوقت كل شخص عنده موبايل. وهذا الاشي اللي دفعنا احنا نفكر في الهواتف المحمولة، لانه 95 واكثر من الناس معاهم هواتف محمولة. خلينا اعطيكم احصائية، في مصر في 30 مليون شخص يستخدم الموبايل، بينما في 6 مليون يستخدم الانترنت. 6 مليون يستخدم الانترنت، ولما نحكي يستخدم الانترنت انا بحكي يعني يوميا، كل يوم عنده استخدام للانترنت. ممكن انا بعرف استخدم الانترنت بس ما عندي انترنت في البيت. في فلسطين خلينا نقارن وسائل ايصال المعلومات عن وظائف من بين الانترنت او الاستخدام الوسائل هاي للتواصل. الانترنت منلاقي انه اقل من 40%، الهواتف الارضية نفس الاشي، الموبايل اكتر من 90%. كمان خلينا نفكر في التكلفة، التكلفة اللاند لاين هي اكتر من الانترنت، والانترنت اكتر من السيلفون. كل هاي الاشياء خلتنا نفكر نستخدم الموبايل، انه نعمل تكنولوجيا تشبك الباحثين عن عمل مع الشركات. اكيد هلا كلياتنا بنفكر انه ايش هالموبايل تكنولوجي اللي عاملها، ما عملنا اشي معقد. احنا استخدمنا الاس ام اس. الاس ام اس هي موجود في كل تليفون، احنا ما استخدمنا سوفت وير تعمله داونلود على الموبايل. ببساطة خلينا نطلع على الصورة مع بعض. انا معي سيلفون، انا موجود في البيت، عمالي بحضر التلفزيون، امرأة في الشارع بتعمل شوبينج معها السيلفون، سمعت في خدمة سوقتل، ترفع التلفون، بتعمل ريجستريشن، بتبعت كلمة ريجستر لشورت كود، السيستم تبعنا بتعرف عليها، ببعت لها اسئلة معينة بتجاوبها لمرة واحدة، اللي هي عن تخصصها، وين موجودة، ايش خبرتها، لانه هاي الاشي مهمة. بعد هيك بتكتب match me، او في عنا عبارات كمان في العربي، بجيب لها كل الوظائف المتوفرة في السوق الفلسطيني اللي هي توافق خبرتها وين موجودة. بمعنى اخر، اذا اعطيتكم مثال، رام الله ممكن ما بدهم موظفين من كرة تانية، فانا ممكن الاس ام اس توصل فقط الباحثين عن عمل اللي هم فيهم نفس المواصفات والموجودين في مكان. فهيك احنا اعطينا الرجل المناسب في المكان المناسب. وكمان خلينا نتذكر اشي مشكلة ونكون صريحين مع انفسنا، مشكلة الواسطة. الواسطة موجودة في الوطن العربي منتشرة في كثرة. فحاولنا احنا، يعني كمان احنا ما كنا مفكرين في الموضوع، بالاخر حسينا انه احنا منحل هاي المشكلة، لانه عندنا employers اللي هم الناس اصحاب العمل بيسجلوا في السيستم، بيعملوا بوست للوظائف تبعونهم، وبتطلع لك كل الناس أصحاب الكفاءات. فأنا ما بعرف نتورك وما بعرف فلان مشان يعطيني وظيفة.
فبعد ما انا عملت ماتش مي او اشبكني وصلني كل الوظائف اللي بتوافق خبراتي، بعد هيك انا بوصلني على الموبايل برضو SMS فيها الكونتاكت لصاحب العمل، وهيك احنا دورنا انتهى. كتير بفكر انه احنا اللي منوفر فرص عمل، احنا منوفر معلومات عن فرص عمل. قصص نجاح، واعطيكم ارقام. بفلسطين 20,000 باحث عن عمل اصبح في الشبكه تبعتنا، واكثر من 400 صاحب عمل يوميا بزودونا بفرص العمل. مش بس بفلسطين، احنا رحنا على الصومال، السودان، نيجيريا، العراق، وان شاء الله هلا بدنا نوصل لكل الدول العربيه، لانه احنا ما بنستخدم سوفت وير، احنا كل بلد فيها موبايل وفيها SMS. في الصومال، في فلسطين ربطنا 5 جامعات، وخليني كمان شوي احكي لكم عن التحديات اللي واجهتنا في البدايه. في الشهر في 200 اعلان وظيفي، وفي 50 شخص يحصل على وظيفه من خلال الشبكه تبعتنا. اكيد هذا الرقم قليل ومنخفض مقارنه في اعداد الباحثين عن عمل، بس احنا عمالنا بنطرح خدمه جديده، فلازم نعمل التوازن عدد الباحثين عن عمل وعدد طارحين فرص العمل. انا مش ممكن، يعني ثلث الشعب الفلسطيني باحث عن عمل، بس مش ممكن يكون في المقابل الاقي لهم فرص عمل. فاحنا حبينا انه يكون الميزان ازيد فرص العمل بزيد الباحثين عن عمل. كمان الحلو في SMS، انا متواصل فيك 24 ساعه 7 ايام، وانت طول ما انت حامل موبايل انت مشبوك بشبكه الوظائف اللي موجوده في دولتك. عملنا شراكه مع كل المؤسسات المحليه، مع الجامعات، وحاولنا نوصل لدول، واحنا بفلسطين كنا نتواصل معهم على التلفون، ننقل الخبره تبعتنا عندهم، لانه هذا هدفنا. احنا مش هدفنا نحتكر التكنولوجيا هاي بفلسطين، هدفنا، وهذا بتخيل الهدف من وراء مؤتمرنا اليوم فكر، انه نحاول نشارك المشاريع الناجحه مع بعض. ما بدي هذا المشروع يكون بفلسطين، حلمي يكون في لبنان ويكون في السعوديه، في كل الدول العربيه. بعد ما نجحنا في خدمه ربط الشباب مع فرص عمل، فتحنا آفاق انه نستخدم الموبايل تكنولوجي SMS بتطبيقات اخرى. فكرنا بشبك مؤسسات الشبابية مع الشباب. بعطيكم مثال، في YMCA بفلسطين عندهم 10,000 شاب، كانت عندهم صعوبة للتواصل مع هدول الشباب، اعطناهم خدمة على يعني ويب بيج، من خلالها بقسم الشباب حسب إناث، حسب فئة عمرية، حسب الخبرة تبعتهم، وبتواصل معهم عبر SMS، يعني كيف الياهو جروب بس SMS جروب. كبسة واحدة توصل لعشر تالاف شاب، بتحكي لهم عن نشاطات، بتعطيهم حملات توعوية. فمن هيك كمان تواصلنا مع بنوك الدم اللي بلاقوا مشكلة في